احنا علشان في ردود فعل كثير على موضوع حديث الدكتور مدني رحيمي عن محمد نور، الان معانا الدكتور مدني، احنا طلبنا التواصل معه. دكتور مدني مساء الخير. اهلا وسهلا بالنور. الله يعطيك العافيه دكتور. يعني ما ادري صحح لي اذا كان الكلام اللي انا سامعه صحيح او لا خطا، انت ذكرت بانه الاتحاد الجديد اليوم بوضع افضل بدون محمد نور؟ هذا مو كلام مبدا الشكل ابدا. اولا يعني لما تاخذ كلام وتقول وبعد كده جزء يتكلم عن الاتحاد، قلت الاتحاد الان وبالذات الفتره دي يتحسن افضل من السابق، و يعني محمد نور لاعب كبير وله تاريخ وجاب بطولات عادي، ولكن احيانا التاريخ لا يلعب دائما، التاريخ يحفظ. ولكن الان عاد محمد نور اعطى نوع، حتى المدرب يعني في المرة الأولى كانت دائما تسمع مشاكل محمد نور لاعب، محمد نور ما حيلعب، يعني دائما أبدا في قبل أي مباراة في حديث متداول، فما في تركيز كامل. الآن في هدوء أكثر في نادي الاتحاد، تركيز أكثر، الناحية الفنية الآن ارتفعت مستواها، نفس اللعيبة هذا الموسم الدور الأول، الآن في المباراتين الأخيرة يمكن شكل الاتحاد، تنظيم الاتحاد أعتقد أفضل من أول، أصبح في طمأنينة في ناحية شكل الاتحاد لمباراته الأسيوية. طيب. هذا الكلام اللي أنا قلته. طيب أنت عبد الله فلاتة كان عندك تعليق على هذا الموضوع؟ نعم عندي تعليق. تفضل. يعني أنا قريت الكلام والدكتور مدني بيقول إنه الاتحاد تحسن في غياب نور وصار الوضع أهدأ. أنا أحب أؤكد إنه نور خلال الفترة الماضية، يعني أنا استغرب من الدكتور مدني، حتى باستمرار الدكتور مدني يعني ما يغيب ويحضر في هجوم مستمر على نور. قبل أقول له أنا إيش كنت أتمنى منه، يعني أنا شايف الأيام بولوني نور كان احتياط، هل هو التأثير السلبي من كابتن نور وهو خارج الملعب؟ وليش أنتوا في الاتحاد بالتحديد يعني الشيء المميز عندكم أنتوا أول من يسعى لضربه؟ هذا واضح عندكم الصراحة حقيقة، وعملية متكررة مع نجوم، وانت يا دكتور مدني بالتحديد يعني أقول لك هي صريحة في أكثر من نجم. أتذكر لك قصة عبد الله غرابي ما بعدته عن التدريبات وقلت هو اللي استعجل ومشي، ليش الثقافة دي يعني ثابتة في نادي الاتحاد يا دكتور مدني؟ وانت كانت تربطك علاقة مميزة مع نور وأنا أعرفها جيدا، يعني هو في دي الحالة وهو في دي الظرف كان الأولى بك عضو شرف لك مكانتك، وانت كنت في الفترة السابقة يا دكتور مدني رجل محبوب، كان الأولى انك توقف مع نور وما تخرج بهذا التصريح في هذا التوقيت. انا اقول لك بكل صراحة اخطأت في التوقيت والكلام اصلا ما كان منطقي، واتمنى اسمع تعليقك على كلامي. والله هذا رأيك يا عبد الله فلاتة، وانت كان انسان قانوني تتكلم كما تريد، لان لا عمري حاسب احد على ما يقول، والكلام حر للجميع. ان محمد نور اللي انا قلت هذا الكلام انا قلت قبل كده، وقبل ما تقول عندما السنوات الأخيرة أنا أول من قال إنه محمد نور لا يستطيع أن يعطي الآن في الملعب أكثر من الساعة، وكل ما يجي الزمن أو العمر عن اللاعب يقل، ومعروفة في العالم كله اللاعب لما يوصلوا فوق سن معينة الأداهم يعني الفني حيقل، لأنه المخزون اللياقي يقل عنده في الأداء، هذا معروف ما سواء محمد نور طبيعي ولا غيره. أنا قلت قبل كذا لمعلومية مو محمد، هذا محمد معي قالها، قلت يجب على محمد معي الآن يعتزل، طالب الجمهور بيصفق له، لا يعتزل يوم الجمهور يصفق له، هو اعترف بهذا الكلام. لما أنت تبغى تكون ناقد وما تقول حقيقة هذه مشكلتك، ما حد يقبلك، لكن لا تبطب. وإذا محمد نور إذا بتقول أنا أول واحد عندما جاءت قضية لما أخذ مكتب المنشطات أول ما قلت أنا سألوه، قلت أنا أستبعد إنه محمد نور يأخذ منشطات في هذه الفترة اللي بيلعب فيها ربع ساعة دقائق، وعملوا له يعني منشطات 9 مرات في حياته الرياضية عمره ما طلع عنده منشطات، فالمنطق ما يقول محمد نور بيأخذ منشطات في هذه الفترة اللي هي ما بيلعب فيها مباراة كاملة وعلى 4 أو 10 دقائق وربع ساعة بيأخذ منشطات. أنا قلت الكلام اللي أثقه في هذا اللاعب، لكن لما أنتقد اللاعب لناحية فنية لا يعني أنا أحارب اللاعب. أنت كناقد، الناقد لا يطبطب على الأخطاء، والناقد الحقيقي أن يقول الحقيقة للكل. أنا إذا أنت تحب شخص وما تحب
تقول له الحقيقة هذه مشكلة. إذا ما في حب محمد نور احترمه ونحبه ينتهي ما ينتهي. محمد نور له تاريخه مكتوب، ما حد يقدر يغير تاريخه. إنما لما تسأل نعم عشان تعطي الحقيقة. طيب يعني أنا بتقول لك قضية عبد الله غراب أنا بتذكر منك ما هي ماني عارفها دي، لكن ممكن نتقابل بعد كده ونتفاهم. أما هذه الكلام أنا ما أنت في رأيك تقول إنه أنا جنيت على محمد، أنا ما جنيت على محمد، أنا سئلت وحبيت أقول الشيء اللي حاصل معي بس. ما حد يمس تاريخ محمد نور أبدا يا سيدي الفاضل، محمد نور تاريخه محفوظ أبدا، ما حد يقول عليه شيء. طيب حنا دكتور لما أنت تفضل لما أنت كنت في الاتحاد وموجود في الاتحاد وكان جيل كانوا يتفقوا كل الاتحاديين إنه جيل منتهي ويجب أن يرحل ويجب أن يتغير، وكنت قريب من اللاعبين، كنت الوحيد اللي تدافع عن اللاعبين وتقول هذا الجيل لسه باقي له وقت، ها؟ لأنه أنت كنت قريب منهم يا دكتور وموجود في النادي. الآن طيب. لغتك اختلفت، لكن تقول لي نور سنة الحياة تنطبق على نور وعلى غير نور، ولا فيها خلاف؟ زي مين؟ المجموعة اللي أنت كنت داري في الفريق، والتغيير شملك حتى أنت مع اللاعبين، وبعد كده جات للاتحاد الثلاثية والرباعية والآسيوية والعربية والعالمية. لا تختلط الأمور وتقول ده لكل فترة. لا هذه الحقيقة يا دكتور عرفوها كل الاتحاديين. طب أنا أسألك سؤال أخير يا دكتور لو تسمح لي. الآن يوم الجمعية العمومية ردت فعل الجمهور معاك وأنت كنت رجل محبوب، يعني أول مرة في حياتي أشوف الدكتور مدني يتحول لخصم مع جماهير الاتحاد. ما فسرتها انه في حاله غضب منك فعلا واحتقان من جماهير الاتحاد لموقفك السابق مع الاداره السابقه؟ يا سيدي الفاضل اذا كان انا مع الاداره انا اي اداره بقول رايي، وبعض الجمهور معروف كيفيه تقليب الجمهور على اعضاء مجلس اداره واعضاء شرف في نادي الاتحاد. وبعدين لما انت احيانا استاذ عبد الله قلت في البدايه انتوا الاتحاديه، يعني انت من الاتحاد انت جاي من انا اعلامي هنا يا دكتور أنا إعلامي أمثل الإعلام ما أمثل نادي الاتحاد. إذن كلنا اتحادية، ولما نخش في الإعلام نقول كلام الإعلام الحقيقي. إذن أنت إعلامي وشلت اتحاديتك، إذن إحنا كإعلاميين لما نتكلم نتكلم بحيادية التحليل والنقد وليس دكتور هي ما هي مسألة اتحادية. خلي أوصلك رسالتي يا دكتور. أنت بعد اجتماعك اسمح لي اجتماعك الأخير في مكتب المهندس محمد فايز وحضور هدل البطي بسبب بيع أسامة المولد ومعه 4 لاعبين آخرين، وانت كنت بطل المشهد يا دكتور، جماهير الاتحاد قضبت عليك. هي هذه الحقيقة يا دكتور، بالإضافة إلى مواقفك الداعمة للإدارة والجماهير رفضتها. والله العظيم إذا تعرف الحقيقة لما تقول مين اللي حاول إنه أبس لك سؤال. إذا أنا جيت عشان أبيع أسامة المولد ومع 4 لعيبة أنا أعتقد على حقيقة مغلوط فيها الكلام. وضح لي الحقيقة يا دكتور. أتحدى لك بالكلام ده وضح لي الحقيقة. طيب يمكن عندي غايبة أبعرف مين اللي كان بيبيع 5 لعيبة اتحاديين من ضمن مستقبل الاتحاد عبد الفتاح والمجموعة. أنا كنت ببيع عبد الفتاح الخمسة اللاعبين في الاجتماع في مكتب المهندس محمد فايز. من ذاك اليوم الجماهير أخذت منك موقف يا دكتور، خلينا صريحين. اسمح لا تقول لي عشان اتحداك واتحدى من تقول وشوف على اي محسن. اذا انا جبت 5 لعيبة ومن ضمن طيب. عبد الفتاح ما في اللعيبة ما كانوا موجودين في الاجتماع، كان موجود عادل البطي ممثل لنادي الهلال. اديك بالاسماء طيب اسمعك افهمني لا تمثل. انا عادل البطي لما نادي اتكلم معايا وقال لي اسامة المولد، قلت له اذا تبغى اسامة المولد تفضلوا تكلموا الادارة. عادل البطي قال لي انا دكتور صار اجتماع في مكتب المهندس محمد فايز ولا لا؟ الحين انت تبغى تتزعل. صار انا اسالك سؤال واضح، صار اجتماع في مكتب المهندس محمد فايز ولا لا؟ يا الهي اقول لك شغل المحاماه دموا علي. انا بقى قلت لك اني لسه بكلمك، اتكلم راجل عادل البطي وكزميل في التحليل، رحت وفعلا استقبلت عادل البطي وجبته على مكتب محمد فايز تفضل تنقذ لي قبل ما نتكلم. بس خلاص يا دكتور كده حلو انتهى. انا بالنسبه انا ما اذا انت لا تستعجل وتقول أوكي أوكي. تقول لي ممتاز. افهمني عشان تفهم. انا جبت عادل البطي على انه هم اذا كان الاداره تبغى اهلا انا ما اتفضل ولا قلت واعتمد اقول لك. ومن الاخ اللي طلع على الاهلي من اعضاء شرفك اللي قال انه والله بياخذ 5 سنة، انا عمري ما اخذت ريال من نادي الاتحاد. انا ما اقول ده الكلام عليك يا دكتور اعرفك، ولما قالوا لي قلت ما مستحيل اعرف الدكتور مدني. يا عبد الله
أنا ما قلت أنت اللي قلت، بقول لك حصلت. أنا لم أعرض أسامة المولد، لما قالوا أسامة المولد قلت تفضلوا هذه الإدارة، ولم أعرض لعيبة. أنا ما عرضت لعيبة الاتحاد لمعلوماتك. طيب. إنما لما أحد يبغى يعني يعمل حاجة، وأنا أعرف مين اللي يريد إنه يبعد مدى حيمي. طيب دكتور، الاتحاد نادي كبير، يعرض لعيبته بهذا الشكل لا يقلع، وهذه إدارة أنت تدعمها وتوقف معها، وأنت اتحادي. أنا طيب، أنا إذا أنا ماني اتحادي على أنا. لا أنت اتحادي. أنا هدف محمد فايز، ولمعلوميتك إلى الآن في خصومة بيني وبين ولد محمد فايز بسبب نادي الاتحاد. أنا ما همني، وقلت لمحمد فايز الكلام ده، انتقد محمد فايز وقلت لمحمد فايز. أنا مو أقول لك عشان والله أنا قلت نعم. لك لو مين يقول طيب. بنتقده بقول مو شخصه، بقول على العمل الفني البلدي. هذا اللي قلنا، ما حد يكون ضد الاتحاد إذا أنت تعرف الاتحادية وتعرف تاريخهم. طيب. أما تيجي تقول لي واحد يعمل لي يعني شكل إنه أنا والله لا بعت خمسة لعيبة ولا عرضت خمسة لعيبة. ولا 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 يا دكتور أنت ساهمت في هذا الموضوع. أنا بقولت له إيش اللي قال لما سار. طيب كل ما ساهم هو استقبل الرجال وأخذ المكتب. ساهم. دحين يعني أنت لما تقول أنا استقبلت مين؟ أنا عادل البطي كصديق ومعاي بالتحليل. أنا قال لي أنا جاي، وقلت له طيب أنا استقبله. هذا كلام ما جبته على عيني، أنا مسمسم اللي أبغى. خلاص دكتور، ولا الصورة واضحة. أنا أعزك وأحترمك وأقدرك كثير جدا. وأنا أحترمك وأقدرك عبد الله، بس أنا ما أودي التهمة. أنا طيب. ما قلت لك كانت ملعومة وناس حاولوا يعني خلاص بيقول لك وقالوا في السمسرة وما السمسرة. طيب احنا نقول شكرا لك يا دكتور مدني رحيمي، عضو شرف نادي الاتحاد المعروف وأيضا الإعلامي المعروف. شكرا جزيلا لك يا دكتور. شكرا لك.